يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها يوم الجمعة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان 1443 هجرية الموافق الأول من أبريل 2022 لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل ويدعو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه من تكون لديه شهاده او نبع عن رؤيه الهلال للمسارعه بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ بذلك مشكورا ماجورا